بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، منذ لحظات أعلنت اللجنة على انطلاقة شوطنا السابع عشر. شوطنا السابع عشر مخصص للإبكار. نذهب إلى الصدارة ومقدمة هذا الشوط، الشندغة لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وثاني المراكز المركز الثاني التماس لمحمد بن راشد بن حارب السعدي، والمركز الثالث ثالث مراكزنا سلهود لسيف بن سالم بن شميل الراشدي، ورابع مراكزنا المركز الرابع دومة لمحفوظ بن خميس بن علي الجنيبي، والمركز الخامس خامس مراكزنا الشواهين لسعيد بن محمد بن أحمد بإبراهيم، والمركز السادس سادس مراكزنا الله الشاهينية لعلي بن سالم بن مبارك المنصوري، والمركز السابع سابع مراكزنا انجاز لعبد الله بن سعيد بن غرير الاجتبي، والمركز الثامن ثامن مراكزنا بلشة لسعيد بن سهيل بن احمد بن دري الفلاحي، والمركز التاسع تاسع مراكزنا الله يا المركز التاسع عمار لعبد الله بن عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد، والمركز العاشر عاشر مراكزنا الرهاوي لمحمد بن علي بن سالم بن علي الاجتبي. هكذا كانت نتيجتنا، ذعناها عليكم بالوفا والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز العشر. نعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، الشندغة خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. ولكن شوف اللي غيرت التماس لمحمد بن راشد بن حارب السعدي، والمركز الثالث ثالث مراكزنا دومة لمحفوظ بن خميس بن علي الجنيبي، والمركز الرابع. ولكن خلني مع التماس. الله يلا سامي. الله من غيرت التماس، التماس من تسيطر لمحمد بن راشد بن حارب السعدي. الشندغة تحاول لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. يا سلام لمن الفوز، لمن الناموس، لمن الانتصار. الله يا الحميري من يغير مع الشندغة خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. الله شوف اللي واصله بلشة لسعيد بن سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. وصلكم بن دري مع اللحظات الأخيرة. الشندقة ولا بلشة بن دري مع اللحظات الأخيرة بلشة سعيد بن سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. الله يا بن دري من يفاجئنا مع اللحظات الأخيرة والجميلة والأمتار الأخيرة. الله يا بلشة سلامي عليك يا بن دري سعيد بن سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. المركز الثاني لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. المركز الثالث لحمد بن علي بن عبيد بن رشيد. المركز الرابع رابع مراكزنا لعبد الله بن عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد، والتوقيت الزمني 4:35:19 جزء من الثانية. وتهانينا والناموس.